خالد رجل طائن في السن يرقد في المستشفى الأميري منذ ما يقارب من العام ونصف العام، أثيرت حوله الكثير من القصص تتمحور حول كونه مجهول الهوية مرة، ومرة أخرى فاقد للذاكرة، وهناك من قال أنه كويتي فقد أسرته في الغزو العراقي. ما قصة العم خالد وكيف دخل للمستشفى؟ خالد كان لاقينا يابو من سوق المباركية شهر 12/2015، لقوا فاقد الوعي يابو عن طريق الإسعاف الحوادث، وسووا له العلاج اللازم وتابعوه، وكان fit for discharge من شهر 1/2016. رغم الاهتمام به وتلقيه العلاج المناسب وسمح الأطباء له بالخروج، إلا أن الصدمة كانت برفضه مغادرة المستشفى بسبب فقدان جميع أقاربه وعدم وجود من يحتويه، فلا بيت له ولا أسرة. الحين حالته مستقرة، ما عنده شيء، بس الأدوية اليومية اللي أي مريض يحتاجها. مشكلة يقدر يروح البيت، بس مشكلته أنه يحتاج أحد يهتم فيه بالبيت كرعاية تمريضية، يساعده بالأكل، الأدوية يتابعها. خالد الذي يتعاطف معه الكثير من الخيرين من بلد الإنسانية ويزورونه بشكل شبه يومي، يقول أنه فقد جميع أبنائه في فترة الغزو العراقي. ما زلت أخذ علاج، يعطوني علاج، خلي رخصوني وأروح ما عندي مانع. هم مرخصينك يا عمي، يقول بس يأخذ أدوية في البيت، ما في أحد من أهلك موجود أو عيالك؟ لا، هم بالنسبة للعيال كلهم مستشفيين الغزو، مو بقصر وياك المستشفى هنا. لا لا، الله يعز الصباح، الله يعز الصباح. يا الله يعطيك العافية، إن شاء الله تقوم بالسلام، إن شاء الله أجر وعافية. الله يعز الصباح، أجر وعافية عمي، إن شاء الله، جزاك الله خير. ما عندي أي سلفية، لكن أنا حبيت إني أزور بابا خالد لأنه هو إنسان ما عنده أحد، وهو محتاج أحد يكون يمه وأحد يزوره وأحد يجاب له، بس مو أكثر ولا أقل. هوية عمل في شركة خاصة غير مستوفية المعلومات هي فقط ما يملكها خالد لا تكفي للاستدلال على أقاربه، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بالتحري عنه وأخذ البصمة، إلا أنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة، ناهيك عن رفض دور الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استقباله كونه من فئة غير محددي الجنسية. تواصلنا مع داخلية يا وبصموا علشان يتوصلون حق أحد من أهله، ما قدرنا، حاولنا توصل للشؤون علشان يتحول حق رعاية مسنين، قال للأسف مو كويتي، ما نقدر نستقبله. الإثبات الوحيد، ما عندنا أي إثبات شخصي عنه، الإثبات الوحيد اللي عندنا بطاقة عمله فيها الاسم بس، ما فيها ولا رقم ثاني. حالة كثيرة مشابهة لحالة خالد يتخذون مستشفى الأمير بيوتا لهم ولم يزورهم ذويهم منذ فترة طويلة، تتكفل لجنة متابعة المرضى في الأمير بتوفير كافة الاحتياجات لهم. أحمد العنزي، الرأي.